داري كتمنى لكم فرجة ممتعة. كسكسو داري نايختا داري. من صغري وانا تعجبوني لي باتي، سواء كان لو باتي ديال اللحم او لا الباتي ديال الكبده. اليوم اختاريت نقدم لكم ان باتي ديال الكبده تاع الدجاج، اكيد غادي يكون مناسب الا كنتو بغيتو تخرجوا للنزهه او لا بغيتو تعملوا ساندويتشات او لا حتى الا كانوا عندكم دي بوفيه وبغيتو تقدموهم مزيانين دي كانابي. اكثر حاجه كتعجبني في هذا لو باتي ديال الكبده هو انه كيجي منسم بالطيبه ديال الكوزه، الطيبه ديال الكوزه بطبيعه الحال بالاضافه للاعشاب العطريه. غادي نستعمل كاعشاب الورق ديال الرند، وغادي نستعمل كذلك الزعتره، وغادي تشوفوا معايا الطريقه بسيطه بزاف، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وكيجي لذيذ جدا. كيمكن لينا كيف ما قلت نستعملوه لي ساندويتش او لا كيكون وجبه خفيفه بالنسبه للناس اللي بغاو يخرجوا دابا للنزهه مع زيان الجو وزيان الحال، فسهل بسيط. كنغسلوا الكبده مزيان تتغسل تتنظف، ومن بعد كناخذوها غادي ندوزوها في المقله مع شويه ديال الثومه وريقه ديال الرند. غادي نقلي شي شويه الكبده في الزيت، كنديروا الثومه تقريبا. انا هنا عندي واحد 600 غرام ديال الكبده، ندير ليها شي جوج دروس ديال الثومه. غادي ناخذ البصله اللي غادي نستعمل باش غادي نسم الكبده، واللي غادي نطحن مع الخليط ديال الكبده، غادي نديرها كتشحر البصله وكنخليها على العافيه مهيله، ندير لها شويه ديال الملحه ونخليها كتنزل حتى كتعسل وتتعطي داك اللون ديالها الذهبي وتطلق حلاوتها. شحرت الكبده مع الثومه وريقه ديال الرند، خليتها تقريبا واحد جوج ديال الدقائق لا اكثر، خاص الداخل ديالها يبقى فيه الدم ويبقى خضر باش ملي نطحنها تعطيني واحد الخليط اللي هو يا ناعم وشويه مبلل. خديت البابا ديال الخبز درت ليها الحليب، غادي نولي نضيف دريس ديال الثومه، البصله اللي خليتها تحمرات باش تلقى داك الطيبه ديال الحلاوه ديالها. البصله كتواتى بزاف المذاق ديالها ملي كتكون هكذا معسله مع المذاق ديال الكبده. غادي نضيف البيض، وفي الاخير غادي نولي نزيد القشده الطريه باش يلا تجيني داك الباتي يجيني غني ويجيني لذيذ. بالنسبه للكوزه ها هي دي، اما كنستعملوا الكوزه لانها مهمه جدا، هي اللي كتعطي النكهه للباتي. اللي ما بغاش يستعمل الكوزه كيمكن له يستعمل القشره ديال الكوزه واللي هي زهره جوزه الطيب بسبيسه، اللي كيسول عليها شنو هي زهره جوزه الطيب، اللي هي لا فلور دو نوا دو موسكاد، كتكون جايه فوق من القشره اولا لا كوك ديال لا نوا دو موسكاد، لانه هذه كتكون وسط من واحد القشره، وهذيك القشره كتكون مغلفه بهاد بسبيسه. خليت الخليط حتى تطحن مزيان ولا عندنا بحال هكذا، هو كتبقى فيه بعض الحبيبات صافي. غادي نفرغه في القالب اللي لبست بالورق ديال السولفوريزي، ومن بعد غادي ندخلوه يطيب في الفران. خليت الطريفات ديال الكبده غرسو مسمن لو باتي. دابا غادي ناخذ عويدات ديال الزعتره غادي ننزلهم هكا، غادي ندير حبيبات ديال البزار من الفوق، الريحه ديالو جايه رائعه. نغطي لا كوكوت وغادي ننزلها في طبق باش غادي ندخلها للفران، وندخلها للفران نخليها حتى تطيب صافي. كنخرجها كنتسناو عليها حتى كتبرد تماما، يعني تبرد لا تيغين ويبرد كل شيء، لانه كتكون داك الكبده هشيشه حتى كتبرد تماما عاد باش كنزولوها باش كنقدموها.
لو باتي بعد ما كيطيب كنخليوه حتى كيبرد تماما عاد باش كنزولوه من القالب لانه كيجي رطب وكيجي هشيش صافي وتنقدموه كيف ما قلت لكم بحسب الذوق يا اما مع لي ساندويتش او لا مرافق للسلطات. وصلنا لنهايه الحلقه. سلامه.